شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير صحة وعافية يا ربي. واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد من يوم ثاني يوم العيد، رايحين البيت اصدقائنا. كل عام وانتم بألف خير صحة وعافية، وينعاد عليكم بالامن والامان ان شاء الله كل العراقيين والمسلمين اجمعين. وهسه راح ناخذكم ويانا فابقوا ويانا ان شاء الله الفيديو مالتنا. صمون هاي هنا مربة الرقي والفراولة، هاي هنا قلتهم الوليدة، سويت الشاي، الترميز اليوم خذيته، وشوف الكيتشن الجنبي، هسه بنسوي مخلبة، إن شاء الله بألف عافية، عيد سعيد علينا وعليكم، وفطار شهير. راح نضيف الشيرة. هاي المهيئة حبايبنا الغالين الطيبين، اليوم جيناكم بفيديو جديد انا ونور والبنات الحلوات ويانا جمولي اليوم، وعيدكم مبارك وصحة وعافية يا ربي. سعيد عليكم. نمشي نتمشي يا سعيدة يا جميلة. كلاماني وان شاء الله على جبل عرفات كل متابعين. كل العالم ان شاء الله. ان شاء الله. زين؟ واليوم طلعهم جولة مسير تحملي مثل ما تشوفون. قالوا سيارة، قلت لهم لا ما لا اطلع مشي لو ما اطلع. فطلعنا مشي. فجبتهم مشي كليتهم. اليوم اول يوم العيد. الاجواء حلوه نور. جو مشمس بس شوفوا هاي الاشجار سوي ظليه علينا. ها نور. نروح هنا مجمع مال محلات كلش حلو، بمكانات تسويقيه، وقلنا ناكل دوندرما ونرجع. ها نور؟ ان شاء الله. ان شاء الله يلا يا ها هاي مال جمولي. جمولي شنو طلبت انت؟ فراوله. فراوله؟ مرق الشعريه والقرنفل. يابا وعرفتي كم جمولي؟ بس واحده مفتوحه جمولي. حياتي شو شوف شوف لا مو هوايه. هاي راح تصير بحلقه ابو جمولي. مو هوايه لا لا هو بق 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 يا ولد بق بق بطلعها وليد. شوفوا مو حرامات تتفلفل. خل افتحها الطبق مو صح متبرد؟ متبرد اي لان حخليها بالبايركس. وهنا أنا شكلت لها كليتشه من ايدي. لعبتها بالكليتشه بالعيد. اي طبعا. جمولي لا كبه ولا هاي. لا لعبتها بالكليتشه. هي لعبتها بالكليتشه جمولي. اي بس. مو بالكبه. الله عليك شنو والله الكليتشه. شكرا لنا. صراحه غير يعني دموع بالحلق. اي اي. يعني فشي صورتيه انت؟ اي نزلناه طبعا. خليني اقول لهم شغله وليد، امي خابرتني قالت لي شلون مسويتها بالزيت تصير قويه. قلت لها ماما هاي بالزيت، احنا يمنا الزيت هذا مال معجنات يعني يختلف مو مثل مالتكم يعني مو مال صحيح. اي فاقول لها هذا الزيت طبعا اللي انا قلت لها علي لهم جمال، قلت لها هذا خاص للمعجنات لان يعني بشغلنا نشتغل به. هذا على كل المعجنات يشتغل. ايه. اللي موجودين هنا بالمانيا. ايه. ما نعرف احنا بالعراق موجود هذا الشيء زيت ما نعرف. ايه. فجربون هذا الزيت بالمعجنات وتطلع المعجنات عندكم 100%. ان شاء الله. تابعوا جمولي اول باول. اكلاتي الطيبه. واكلاتي الطيبه ودا تتفنن بالكبه. ايه. يعني يومي سويت لي كبه. بل خدت كبه. طلعت لي كبتين هنا. شوفوا. شلون محمر عيون السمكه والدورمه العراقيه يا ابو ام السلق. شوفوا عيوني والبرياني والقوزي يا ابو السبعه عيني. والكبه مال ام جمال وينها؟ جيبيها عيني جيبيها جيبيها للكبه جوري. هاي الكبه مال ام جمول جوري. انت شو تحبين جوري؟ تحب السمك جوري؟ هذا بارد على ابوه تحب السمك. يلا يا ابو يلا عاشت ايدك يا عيوني ابو الثلج عيني يا ابو. هسه رجعنا لكم اصدقائنا هانونو مثل ما تشوفون. يعني رحنا تونسنا يوم جمولي كلش حلو تونسنا. يعني قضينا يوم حلو ثاني يوم العيد وياهم والاجواء والاكل الحلو والطيب من ايدهم وعشت ايدهم. وان شاء الله نعيدها وان شاء الله دائما نقول
نلتقي بالافراح والمسرات بيناتنا يا رب. الله الله مقصره والبنوته الحلوه الجديده اللي الله يحفظها اكلناها اكل الله. اي والله اي والله. ونقول لكم ان شاء الله مالتنا الفيديو يعجبكم، وان شاء الله ترقبونا فيديوهات قادمه مع الف سلامه. باي باي.